نص النهائي. لكن قبل لا نبدا المباراه يعني ريلي متعفره، شفت الكره جايه يعني قلت لازم اجرب ريلي زينه ولا لا. شوف ما شاء الله من الانجلين يعني بالتسعين قلنا لا 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 هالجيم زين زين. سعود لا.
وهني يا احمد الفرداع عبد الله يعني يعطونا كلام معنويه وقوه وتوازن وتسير هني وتعال
I
اقوى وحش علي فوق Вот это, блядь.
Thank you.
النهائي اوكي صح علي ما علي حارسنا ثقة ثقة الحارس قرار نهائي عندك يا ابو علي الجول الجول هذا اوكي اوكي شباب اوكي يعطيكم العافية شو النهائي المعنوية كعلي اوكي نزل سعيد علي اوكي ابو اصفر منو؟ ابو اصفر فردان فردان احسن لاعب عليك نهائي ها شو ان شاء الله الوعد في النهايه ان شاء الله الحلو الوعد في النهايه نجيبه بس الحلو شو النهائي ضدكم جاهزين ولا لا اكيد جاهزين بس شتى احنا ممكن نشوفه في النهايه نشوف يا ولدي